بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وما رضى الله إلا برضا الوالدين. أجدد التحية وأقدم لكم الحصيلة النصف شهرية الخاصة بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 للفترة الممتدة ما بين 14 و26 أبريل 2021. وأستهل هذا التصريح النصف شهري بالحالة الوبائية العالمية لكوفيد-19، فإلى حدود يوم أمس الاثنين تم تسجيل ما لا يقل عن 147,902,942 حالة إيجابية، أي بمعدل إصابة تراكمي يناهز 1897 إصابة لكل 100,000 نسمة. فيما يخص عدد الوفيات المسجلة عالمياً، فلقد سجل إلى حدود يوم أمس ما مجموعه 3,124,964 حالة وفاة، أي بمعدل إماتة عالمي ناهز 2.1%، بينما استقرت نسبة الشفاء في حدود 84.4%. فيما يخص الحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، نشير إلى أن المنحنى الوبائي الأسبوعي على المستوى العالمي في تزايد مستمر، حيث بلغت نسبته زائد 7.7%. وهذا الارتفاع يتبين أثناء قراءة الحالة الوبائية على مستوى القارات، فلقد استمرت وتيرة الحالات الإيجابية في ارتفاع وبشكل ملفت في جنوب شرق آسيا بنسبة 49%، وخصوصا في شبه القارة الهندية، حيث يراوح المعدل اليومي للإصابات الموجبة 350,000 في اليوم الواحد، في حين سجلت القارات الأخرى تراجعا في عدد الحالات الموجبة، وكان ذلك على النحو التالي: أوروبا ناقص 12.8%، إفريقيا ناقص 9%، شرق المتوسط ناقص 8%، الأمريكيتين ناقص 8.2%. فيما يخص تطور منحنى الوفيات الأسبوعي العالمي في الأسبوعين الأخيرين، عرف هذا الأخير ارتفاعا بنسبة زائد 5%، وسجل أكبر ارتفاع بدول شرق آسيا بنسبة 81%، بينما عرفت الجهات الأخرى أي الأمريكيتين وإفريقيا وغرب المحيط الهادي انخفاضا في معدل الوفيات. السلالات الجديدة لفيروس كوفيد-19، وحسب المعطيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة، يستمر انتشار سلالة البريطانية الجديدة في أكثر من 137 بلدا موزعة على القارات الخمس، بينما وصلت السلالة الجنوب إفريقيا إلى أكثر من 85 بلدا، في حين سجل تواجد السلالة البرازيلية في 52 بلد. وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود يوم أمس الاثنين 26 أبريل 2021 ما مجموعه 509,465 حالة إيجابية، وهذا الرقم يعطينا معدل إصابة تراكمي يقارب 1400 حالة لكل 100,000 نسمة. هذه النسب والمؤشرات تمنح بلادنا الرتبة 39 عالميا والثانية إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية. بالنسبة للوفيات، وإلى حدود يوم أمس الاثنين سجلنا 8,999 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعا، وهذا ما يعطينا نسبة إماتة وطنية تقارب 1.8 مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب 2.1%. نذكر هنا أن المغرب يحتل المرتبة 43 عالميا والرابعة إفريقيا بالنسبة لعدد الوفيات، ومن جهة أخرى نسبة الشفاء المسجلة تستمر في مستوى مرتفع قارب 97.2%، والحمد لله، حيث أننا سجلنا تعافي 495,408 حالات شفاء. وكتقييم إجمالي للحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، فإننا نسجل الملاحظات التالية: أولاً،
انخفاض طفيف في الحالات الإيجابية الموجبة المسجلة في بلادنا، وذلك بنسبة ناقص 4.2%. ونشير هنا بأن هذا الانخفاض يسجل بعد فترة ارتفاع دامت 7 أسابيع، وهذا يوضح جليا جدوى الإجراءات الاحترازية المتخذة مؤخرا ومدى احترامها من طرف مواطنينا. وهذا الانخفاض الخاص بالحالات الإيجابية هم 8 جهات، وهي كالتالي: جهة فاس مكناس ناقص 60%، جهة قلميم ودنون ناقص 50%، جهة بني ملال خنيفرة ناقص 34.50%، جهة طنجة تطوان الحسيمة ناقص 31.50%، جهة مراكش أسفي ناقص 11%، جهة سوس ماسة ناقص 11%، جهة الرباط سلا القنيطرة ناقص 8.30%، جهة الدار البيضاء سطات ناقص 6.50%. فيما عرفت الجهات الأخرى ارتفاعا في عدد الحالات الإيجابية في مقارنة بين الأسبوعين الأخيرين، وهي جهة الشرق بزائد 25%، جهة العيون الساقية الحمراء زائد 44%، جهة درعة فيلالت زائد 61.50%، جهة الداخلة والذهب زائد 135%. ثاني ملاحظة: ارتفاع عدد الحالات النشطة، حيث مررنا من 4736 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 5109 حالات نشطة يوم أمس، أي بارتفاع ناهز زائد 8%. ثالث ملاحظة: فيما يخص عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، فنسجل انخفاضا بنسبة ناقص 12.2% خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مررنا من 444 إلى 390 حالة حرجة يوم أمس. رابع ملاحظة: التطور الأسبوعي المعدل اليومي للحالات بالأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي عرف هو الآخر تحسنا مسترسلا على مدى 3 أسابيع الأخيرة. خامس ملاحظة: موازاة مع ذلك، فلقد عرف مؤشر التكاثر والتوالد على الصعيد الوطني انخفاضا ملحوظا في قيمته، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين مستويين أقل من 1، وحددت قيمته في 0.95 في نهاية الأسبوع الماضي. وللتذكير، فإن المخطط الوطني لمكافحة جائحة كوفيد-19 يطمح عبر أهدافه المسطرة إلى تخفيض هذا المؤشر إلى قيمة أقل من 0.7. سادس ملاحظة: فيما يخص منحنى الوفيات الأسبوعي، فلقد عرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.4%. سابع ملاحظة: من جهة أخرى، عرف معدل الإصابة الأسبوعي انخفاضا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من 10.8 إلى 9.8 حالة لكل 100,000 نسمة في الأسبوع الأخير. وبناء على ما سبق، فإن هذه المعطيات والمؤشرات الوبائية المسجلة خلال الأسبوعين الفارطين يمكن أن توحي لنا وللوهلة الأولى ببوادر تحسن في الوضعية الوبائية ببلادنا، لكن وفي نفس الوقت تلزمنا المزيد من الحيطة والحذر واحترام الإجراءات الإدارية والاحترازية المتخذة حفاظا على المكتسبات. فيما يخص الأحداث البارزة خلال الأسبوعين الأخيرين، أقول في الأول: استمرار والحمد لله الحملة الوطنية لتلقيح ضد كوفيد-19 لأسبوعها 13. ثاني نقطة: فيما يخص حصيلة عملية التلقيح، وصل عدد الجرعات إلى حد يوم أمس إلى 4,731,440 كحقنة أولى، و 4,219,876 كحقنة ثانية. ثالث نقطة: استلام المغرب
يوم أمس الاثنين لدفعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد. رابع نقطة، توسيع الاستفادة من العملية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 و 60 سنة. وفي الختام، أمام هذه البوادر الإيجابية للوضع الوبائي ببلادنا، تناشد وزارة الصحة جميع المواطنات والمواطنين إلى المزيد من الاحترام والتقيد بالتدابير الوقائية خلال هذا الشهر الفضيل، ومواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية قصد الحد من انتشار هذه الجائحة في بلادنا. ولكم مني جزيل الشكر.